أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة لمناقشة تداعيات التصعيد المسلح الذي تشهده الساحة العراقية بين شركاء العملية السياسية عبر استخدام الطائرات المسيرة في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي بالعمل الإرهابي وبغير المسبوق بعد استهداف منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة وبالصواريخ، وذلك بعيد ساعات من تهديدات أطلقها زعماء الميليشيات بالقصاص ومحاكمة الأخير خلال مجلس أقيم أمام بوابات المنطقة الخضراء. وللوقوف على محاولة الاغتيال وتداعياتها على العراق والمنطقة وسط التحذيرات من احتراب على المستوى العسكري بين أحزاب تتصارع على المناصب والمكاسب، معنا في هذه التغطية في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، ومن برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. وقبل مرحبا بكما معنا، وقبل البدء بمناقشة محاور التغطية نتابع معا مشاهدين هذا التقرير ونعود إليكم. بخطى متسارعة يتجه شركاء العملية السياسية في العراق نحو التناحر الداخلي. يخرج الصراع من سياق التراشق الكلامي والدسائس الخفية إلى سياق الحرب العلنية. اقتتال عند بوابات المنطقة الخضراء بين الميليشيات والقوات الأمنية كان كفيلا بتفجير الأوضاع. هدد زعماء الميليشيات وتوعد الكاظمي. الاعتداء البارح الذي حصل عليهم من حرق الخيام وأطلاق النار جريمة لن تمر بدون عقاب، وأيا الذي أصدر الأوامر ومن نفذ سيعاقبون جميعا. يا كاظمي وكل من يقف مع الكاظمي وخلف الكاظمي وأمام الكاظمي وكل من شارك في هذه الجريمة، ونحن الآن نعرفه فردا فردا. طالب محاسبتكم، دماء الشهداء محاكمتكم، دماء الشهداء محاكمتكم. لم تمض إلا ساعات حتى أغارت الطائرات المسيرة على منزل الكاظمي وحاولت اغتياله في مشهد أدخل الهلع في نفس الكاظمي الذي ظهر بعد محاولة الاغتيال بمظهر المتوجس الذي يستجدي من روعوه عندما دعا إلى التهدئة واعتماد لغة الحوار وعدم الإسراع في اتهام أي جهة رغم قوله بأن المسيرات لا تبني وطنا، وأن الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا. المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري الذي هدد سابقا بقطع أذن الكاظمي علق على محاولة الاغتيال ساخرا أنه لا أحد مستعد لخسارة طائرة مسيرة لقتل الكاظمي، وأن هناك طرقا أخرى أقل تكلفة لإنجاز هذه المهمة. فالعسكري يرى شأن الكاظمي أصغر من تكلفة الطائرة، وبالطبع الميليشيات أعلم بمكانة وقيمة من تنصبه على رأس الحكومة، فالتصعيد بالمجمل موجه إلى خصمهم وشريكهم في نفس الوقت مقتدى الصدر. محاولة اغتيال الكاظمي رسالة تأديب من الميليشيات لكل من يحاول إقصائها، وكذلك هي عبرة للمتوهمين بإمكانية التغيير عبر العملية السياسية، فأهم منصب حكومي بات اقتلاعه متاحا عبر طائرة مسيرة. نعم، أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي، كيف تقرؤون هذا الاستهداف المباشر لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بعد يوم واحد من تهديد الميليشيات له؟ نعم، حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة والله يعني هذا الأمر أنا أجده ليس مستغربا، يعني أنا أعتقد أن المثل الذي ينطبق على هذا النظام وهذه الميليشيات بأن سم من كلبك أكلك، هذا النظام هو وليد، عفوا هذه الميليشيات هو وليد هذا النظام، هم من دافعوا عنه وهم من أعطوه القوة وهم جعلوه يتسيد المشهد الأمني، وبعد ذلك التفت ليأكل صاحبه، وهو الآن الميليشيات تحاول أن تهدم كل هذا بين قوسين النظام الديمقراطي الذي جاءت به أمريكا بعد 2003 تريد هذه الميليشيات أن تأكله. وأنا أعتقد أن الميليشيات لنفصل بدقة أن ليس لديها خيار غير ما فعلت الآن، هي تحاول يعني
باستماته لإيقاف موضوع تصديق النتائج الانتخابات، لأن ذلك يعني لفظها من النظام السياسي وتجريدها من كل المكاسب التي هي الآن مسيطرة عليها، وتريد أن تجعل الحالة الحالية باقية على ما هي عليه أو أن تزيد قوتها. لكن تفاجأت بنتائج الانتخابات ووجدت نفسها تدريجياً يسحب البساط من تحتها. لذلك هي حاولت قبل يومين من خلال تظاهرات اقتحام المنطقة الخضراء وتكرار السيناريو اليمني حينما الحوثي سيطر على القصر الجمهوري من خلال جماهير على أساس أنه السلميين، وحينما فشلت هذه المحاولة قاموا بمحاولة لاغتيال الكاظمي لخلق حالة أمنية مضطربة. لربما هذا الأمر سوف يسفر عن حكومة طوارئ وبالتالي تعطيل الدستور وتعطيل الانتخابات، ولربما يعني هذه كانت أطواق نجاة تحاول الميليشيات أن تلقيها لتنقذ نفسها من الانهيار وسحب البساط من تحتها. نعم، الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي من برلين، أجدد الترحيب بك. إذا كانت الميليشيات تحاصر المنطقة الخضراء المقر الرئيسي للحكومة ومؤسساتها، بل تقوم بإرسال طائرات مسيرة لاغتيال رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، أين الحديث عن هيبة الدولة وسيادة القانون؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. لا حقيقة يعني نحن نتحدث عن حكومة ركيكة، حكومة ضعيفة جدا. هذه الميليشيات قامت باختبار هذه الحكومة أكثر من مرة، عندما تم اعتقال مجموعة من حزب الله في وقت سابق قامت هذه الميليشيات، كانت على وشك الدخول إلى المنطقة الخضراء وإسقاط هذه الحكومة، وكانوا مسلحين حقيقة يجوبون مناطق بغداد يعني علانية بسياراتهم وبأسلحتهم. فالحكومة مجربة، ولكن هذه المرة الاختلاف أنه هذه الميليشيات حقيقة الآن من بعد هذه الانتخابات التي خسرت فيها كل شيء، الميليشيات تقول نحن يعني على أهبة الاستعداد للمواجهة. بهذا العمل الأخير أعلنت هذه الميليشيات أنها ممكن أن تجر البلاد إلى حرب مع الجانب الحكومي، وقد تهدد يعني السلم المدني والسلم الأهلي، بالمقابل أنه عدم الخروج من هذه العملية السياسية بدون بهذه النتائج وعدم الموافقة حقيقة على هذه النتائج. فنحن نعلم سيدي بأن هذه الميليشيات دائما تمتلك يعني الورقة الأمنية، هي الورقة التي تستخدمها دائما عندما توضع في موقف صعب، تقوم بتحريك الشارع، تحدث هنالك انفجارات، تحدث هنالك عمليات عسكرية أخرى. فهذه المرة قد تكون على مستوى أعلى، كون أنه التصديق على هذه الانتخابات يعد ضربة كبيرة لحلفاء إيران، وإيران سوف لن تسمح حقيقة بأن يكون هنالك حكومة هي غير مسيطرة وغير يعني فاعل كبير جدا بها. فيعني توقع سيدي بأنه يعني ما حدث هو بداية، قد تكون بداية لصراع انطلق من البارحة، وقد تحدث هنالك يعني عمليات اغتيال. كان هنالك حديث من قبل هذه الميليشيات أنها قد تقوم بعمليات تصفية وعمليات اغتيال لعناصر يعني حكومية، كانوا يهددون حقيقة الضباط اللي قاموا بإطلاق النار. فيعني نستطيع أن نقول سيدي بأن هذه هي مجرد بداية لشيء قادم. نعم، أعود إليك أستاذ محمد فوزي اللامي. أستاذ نظير، يعني الكاظم يعقب الهجوم خرج بتصريح متلفز وقال بأن هذه الهجمات لا تبني الأوطان، ودعا إلى ضبط النفس. هذه الدعوة عندما يكون هناك احتكاك أو مشكلة بين دولة وأخرى وليس لتشكيلات، كان من المفترض بحسب القانون الذي صوت عليه البرلمان بأن هذه الميليشيات هي تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. ضبط نفس من؟ يعني والله أنا أجد أنه تصريحه مضحك، ودليل على كأنه يعيش في حالة رعب حقيقي. يعني هو يعني يعيش حالة التهديد لحياته بشكل حقيقي، لذلك هو يقول ضبط النفس، بينما هو هذه العملية تعتبر
في عرف كل الدول بأنها خيانة عظمى لأنها تمثل تهديد لأعلى مسؤول في الدولة. يعني لا ما ليس لنا دخل بالكاظمي، لكن منصب رئيس وزراء تهديد أمنيا هذا دليل على أنه تهديد للدولة كلها. لكن مع ذلك الرجل يستعطف ويحاول أن يهدئ الأوضاع. يعني ما لا أعرف ماذا ينتظر، هل يتوقع أنه ستستعطف الميليشيات وبالتالي الميليشيات تعفو عنك ولا تستهدفك؟ هذا هو الذي كان يتوقع. أنا أجد ما هو التفسير لهذه الحالة؟ أنا أعتقد أنه ما زال هناك سيناريو لربما هو ضالع فيه أو غير ضالعين لتنفيذ شيء كبير ربما أكبر من حجمه. وإن شئت ندخل في التفاصيل حول أنه هناك سيناريوهين حقيقة متضاربين. أول شيء هو فيما يتعلق بالميليشيات ومحاولتها وقف تسلسل الانتخابات وتداعياتها، لأنه يهدد تهديد يعني كبير لوجود هذه الميليشيات وكذلك تهديد للنفوذ الإيراني بشكل عام. من الجانب الآخر الكاظمي لربما هو ومن يعني يتحالف معه، وأنا أقول بصراحة يعني الكاظمي والتيار الصدري هم يحاولون أن ربما أن يكون هذه العملية كلها مفتعلة لأجل إيجاد التبرير العملي لضرب هذه الميليشيات من خلال تصنيفها كجماعات مسلحة تهدد النظام العام وتهدد الدولة العراقية، وبالتالي فإن تحشيد العالم ودعم العالم لحكومة الكاظمي. يعني هل يقال بأن هذا الأمر مفتعل؟ نعم هذا السيناريو موجود. يعني لا أقلل من السيناريو الأول كون أن الميليشيات هي جادة في استهداف الكاظمي، لكن هذا لا يلغي تهديدات واضحة. نعم، وهذا لا يلغي أن الكاظمي وأتباعه ربما أوجد هذا السيناريو لتبرير ضرب الميليشيات. وأنا يعني صراحة يعني أجد السيناريوهين هما يعني يشكلون حالة واحدة، أن أطراف تسيطر على الدولة العراقية يتصارعون على الاستحواذ بها لوحدهم، سواء من الجانب الميليشيات أو من الجانب الآخر لمثل يعني التيار الصدري أو الكاظمي. لكن الذي يدفع الثمن هي الدولة العراقية والشعب العراقي. لذلك يعني هناك عوامل كثيرة تؤيد السيناريو الأول أو السيناريو الثاني. يعني خذ مثلاً قبل يوم من استهداف الكاظمي مقتدى الصدر كان في بغداد وقطع زيارته فجأة وذهب إلى مقر إقامته، وكذلك التهديدات التي خرجت على لسان قيس الخزعلي كان يضرب مرتين ضرب علباته على أنه دم الشهداء برقبتي، كذلك أبو آلاء الولائي تهديدات كانت واضحة. بل هناك شيء مهم جدا قاله قيس الخزعلي، قال أثناء التظاهرات قال إن هناك أناس مغرضين يريدون ضرب المنطقة الخضراء ليجعلوا المتظاهرين إرهابيين، بمعنى أنه ربما يكون يمهد لمثل هذا السيناريو الذي حدث. هذا كله يقوي بأن الميليشيات جادة حقيقة لاستهداف الكاظمي، ليس لقتله إنما لخلق حالة فوضى أمنية. بالمقابل هناك أيضا أسباب قوية تدعونا للشك بأن الكاظمي ومن يدعمه هو من قام بالسيناريو لمحاولة سحب البساط من هذه الميليشيات. والدليل على هذا هو التأييد الدولي المتسارع على رأسها الولايات المتحدة. لم تعلن فقط إدانتها للحادثة، إنما أبدت يعني أبدت يعني رغبتها بالمساعدة. ليس بالحدث القليل يعني أن يتم استهداف رئيس الحكومة بطائرات مسيرة وبصواريخ. طبعا هذا يعني أنا لأنه نحن عراقيين ونتعامل مع هذه الحوادث بشكل مستمر نجدها حادثة عابرة، لكن في بعض البلدان هذا يعني حادث كبير جدا ربما يغير سياسة البلد بالكامل. أعود إليك أستاذ نظير الكندوري. أستاذ محمد فوزي اللامي، يعني نفس التساؤل، أليست يعني مفارقة بأن تشكيلا عسكريا يفترض بأنه تابع للقائد العام للقوات المسلحة كباقي التشكيلات العسكرية الأخرى يتمرد على قائده ويحاصره ويقوم بقصف منزله بطائرات مسيرة وبصواريخ بهدف اغتياله؟ يعني سيدي حقيقة الآن أصبح الأمر واضح جدا بأن هذه الجهة هذه الميليشيات الحشد الشعبي الآن يتمرد وحقيقة يسعى إلى فوضى كبيرة جدا
بالمقابل نحن نجد بأن الطرف بأن الحكومة يعني لا تقوم برد حقيقي. لدينا أكثر من 1,000,000 جندي، 1,000,000 عسكري مع الشرطة، هؤلاء قادرين حقيقة على مواجهة هذه الميليشيات والقضاء عليها إن كانت هنالك إرادة لإنهاء هذا الموضوع، ولكن حتى الآن واضح جدا بأن الحكومة لا تريد الرد، وهذا سوف يعطي هذه الميليشيات فرصة أكبر باتخاذ أعمال أخرى، لأنه استهداف رئيس الحكومة هذا يعني بأنه الجميع مستهدفين تحت هذا التصنيف. يعني الآن هم قادرين على أنه إحراق البلد، إدخال البلد في فوضى كبيرة جدا. فالسيناريوهات اليوم يعني مفتوحة، قد يكون هنالك الخيار العسكري في المواجهة العسكرية، وقد يكون هنالك يعني عدم رد، ولكن حقيقة ما نشهده الآن قد يكون يعني احنا واصلين الى نقطة حرجة جدا، حساسة جدا. هذه الميليشيات لا يوجد هنالك غير طريقة للتعامل معها، اما ان تغير نتائج الانتخابات وتعطيها ما تطلبه، واما ان تواجهها عسكريا. ليس هنالك خيار ثالث، واما السيناريو الاخر انه سوف تقوم هي بالمبادرة واسقاط الدولة او الدخول الى المنطقة الخضراء. عموما الوضع متأزم أمنيا جدا، قد تحدث هنالك خروقات أمنية قادمة، شهدنا أعتقد كان هنالك في بغداد انفجار، وضع أمني متأزم جدا، وهذا ما قاله الجميع من البداية أنه وجود حرس ثوري في العراق على غرار حرس الثوري الإيراني. هذه الميليشيات من البداية كان خطأ وجودها، كان خرق للدستوري وخرق قانون المادة 9 ثانيا في الدستور تمنع تشكيل أي ميليشيات، وكان مضت بإرادة إيرانية، والسياسيين الموجودين في المنطقة الخضراء هم من دعموا هذا القرار، ووصلنا اليوم بأن هذه الميليشيات تهدد العراقيين جميعا، تهدد أمن البلد بأكمله وليس فقط الحكومة. تجد الشارع العراقي الآن الناس غير مرتاحة، غير آمنين، الوضع متأزم جدا بسبب هذه الميليشيات. نعم أستاذ نظير، يعني مصدر من داخل إطار التنسيق للقوة الرافضة بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، يعني قال في حال الإصرار على رفض إعادة الفرز اليدوي لكل المحطات والمراكز الانتخابية في العراق حذر من جر البلاد للصدام. ما الذي برأيك سوف يقدمه مصطفى الكاظمي لتكرار سيناريو القصف بالمسيرات والصواريخ؟ يعني أنا أظن أنه بيد الكاظمي فرصة مثالية للانقضاض على هذه الميليشيات. الآن الكاظمي يتعاطف معه جميع المجتمع الدولي والمجتمع العربي بالذات، ودعا إلى ضبط النفس وإلى تشكيل لجان تحقيقية. أنا أقصد أنه ما هي الفرصة هذا الأمر؟ لديه الفرصة، لكن يا ترى هل قادر على استغلال هذه الفرصة لضرب هذه الميليشيات؟ يعني أنا أشك في هذه القدرة، بدليل خطابه، بدليل تشكيل لجنة تحقيق، يعني لا نعرف إلى متى تستمر، لكن بالمقابل هذا التراخي من قبل الكاظمي، كيف سيتم استغلاله من قبل الميليشيات؟ نتوقع أنه هذه الليلة أو ربما غدا أو بعد غد ستتجدد عمليات أخرى أو ضربات أخرى، ووصولا إلى مرحلة فرض على الكاظمي وكذلك على القوى ما تسمى الفائزة بالانتخابات. ربما هي رسالة أرادوا إرسالها إلى رئيس الحكومة وقد وصلت. لن تكفي، لن تصل هذه الرسالة. لماذا؟ لأن مقتدى الصدر في تعليق على هذه الحادثة عاد وأكد على حكومة الأغلبية التي هم لا يريدوها، يريدون أن يتقاسم الحكومة بحكومة توافقية تشملهم. لذلك أنا أعتقد هنا الكرة في ملعب الصدر، هل هو سيستسلم لمطالب ما يسمى الإطار التنسيقي، أم أنه سوف يصر على تشكيل حكومة يعني حكومة أغلبية ومعززا بقوته في البرلمان؟ هذا ما يعني نريد أن نعرفه. وأظن أنه في حالة إصرار الصدر على موقفه وإصرار الإطار التنسيقي على موقفه، لربما هذا يترجم إلى صدام مسلح، وهو الآن كل المحللين كل السياسيين يتكلمون بأن العراق على شفا حرب ميليشياوية، لا أقول أهلية، إنما هي حرب ميليشياوية لفرض إرادات أحدهم على الآخر. وستكون حكومة الكاظمة وغيرها من الحكومات بما يشبه حكومة لبنان أيام الحرب الطائفية، حينما كانت
الجميع مسلح والجميع يتحارب مع الجميع، والحكومة تهدئ هذا وتهدئ هذا وتلقي بيان ليس لها أي دور سياسي أو عسكري لفرض سيادتها على البلد. هكذا ستتحول الحكومة العراقية. لكن يا ترى هل كاظم يفوت هذه الفرصة؟ لديه الآن فرصة مثالية لضرب الميليشيات وبدعم من المجتمع الدولي والدول الكبرى بالذات، لكن هل سيفوتها؟ يعني أنا وأنت أعتقد متفقين على أنه احتمال كبير أن يفوت هذه الفرصة. نعم. أستاذ محمد فوزي اللامي، يعني الميليشيات وكعادتها عندما تقوم بإطلاق صواريخ على السفارة الأمريكية أو على محيط السفارة الأمريكية تسارع للتنصل من مسؤولية هذا الهجوم، هل تعتقد بأنها قادرة على التنصل من هذا الهجوم بعد خروج بيانات من قيادات وزعامات ميليشياوية نددت بهذا الهجوم؟ هذا من جانب. من جانب آخر، لماذا لم يعني تنطلق صواريخ من منظومة الصواريخ الأمريكية والسفارة الأمريكية قريبة على منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي؟ يعني سيدي بالحقيقة الآن بعد هذا العمل الأخير صعب جدا لهذه الميليشيات أن تتنصل من هذا العمل. أصابع الاتهام موجهة إلى هذه الميليشيات حقيقة. العملية جاءت بعد ساعات من تهديد واضح لكل زعماء هذه الميليشيات، هددوا الكاظمي بأنه سوف يستهدف شخصيا، منظومته سوف تستهدف، حمايته سوف يستهدفون. فصعب جدا اليوم تجد حتى ردود الأفعال على مستوى العالم سواء كان الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة وغيرها، يعني تتحدث بصيغة أنه الفاعل معلوم وليس مجهول، وطالبوا بمحاسبتهم. حقيقة أنا أتوقع بأن الطائرات التي استهدفت منزل كاظمي كانت يعني حافظت على أنها تبقى بعيدة عن مجال السفارة الأمريكية، لأنه من المؤكد 100% لو دخلت مرحلة الخطر على السفارة الأمريكية منظومات السيرام سوف تسقطها. لكنهم أعتقد زاوية الانطلاق والمحور الذي جاءت منه هذه الطائرات قد يكون بعيدا عن السفارة الأمريكية ولم يشكل خطر عليها، وإلا منظومة السيرام يعني تتعامل مع جميع الأهداف الجوية إن دخلت منطقة معينة محددة، وهذه الطائرات واضح أنها لم تدخل هذه المنطقة. هو حتى على مستوى حمايته استطاعوا من إسقاط طائرتين والثالثة استطاعت أن تضرب. فحقيقة كان الاستهداف استهداف له ولم يكن هنالك استهداف حتى أو تقرب من قبل السفارة الأمريكية. نعم. أستاذ نظير الكندوري، يعني قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق قال بأن قصف منزل الكاظمي هو تأكيد على أن النظام السياسي الحالي يمر بمأزق كبير، وبأن ما جرى يعزز القناعات المتنامية لدى العراقيين بأنه لا قيمة للانتخابات ولا أثر لها في تغيير الوضع المأساوي الذي يعيشه العراق. ما رأيك في بيان قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين؟ نعم، أنا أجد يعني تشخيص دقيق للحالة العراقية، بحيث أن يعني مهما كانت المخرجات إذا لم ترضي المسيطرين على هذا النظام فهي غير مقبولة. يعني الانتخابات 2018 الجميع قال إنها مزورة، ولكن لأنها أفرزت يعني فوز ساحق للأحزاب الموالية لإيران لم يتم يعني حرق الأجواء الآن في العراق كما يحدث الآن، بينما هذه الانتخابات التي يعني أنا لا أبرئها من تزوير أو أبرئها من عدم مشاركة الجماهير فيها، ولكن أفرزت حقيقة جديدة بأن هذه الميليشيات والأحزاب الولائية لم تحصل على نتائج كما كانت في السابق، لذلك يعني طز في الديمقراطية وطز في النظام الديمقراطي ويريدون استعادة النتائج كما يحلو لهم وبالقوة. هذا المفهوم الذي يعني يؤمنون به، وبالتالي ان مشاركه المواطن العراقي في هكذا انتخابات او التفاعل مع هكذا نظام سياسي ما هو الذي سيجنوه، ما هو انعكاسه على حاله الوطن؟ لا ينعكس اي شيء ايجابي، انما يستمر الفساد، يستمر التبعيه،
تستمر فقدان السيادة لهذا البلد ويستمر التدهور في البنى التحتية وفي مستقبل العراق. وبالتالي أن حل هذا النظام ليس له حل سياسي أو ربما نضال سياسي، إنما الحل هو باقتلاع من الجذور، كون الفساد مستشري في كل كيان هذا النظام. لذلك أي حلول ترقيعية لهذا النظام لن تؤدي إلى حالة مثالية للعراق، إنما يزداد السوء أكثر. يعني الآن حتى الآن نجد أن الكتلة الشيعية أو الأحزاب الموالية لإيران التي كانت مسيطرة على الوضع العراقي وجلبت كل هذا الخراب الذي نعيشه، الآن بدأ هذه الكتلة تنقسم فيما بينها. الآن الصراع صراع كتل شيعية من طرف أحزاب ولائية لإيران وميليشيات، ومن طرف آخر أيضا ميليشيات الصدر وغيرها، وهناك صراع وكل دولة تدعم طرف ما، وبالتالي الخاسر الوحيد هو العراق. لذلك إن دعم مثلا الصدر وحكومة الكاظمي مثلا، هل يا ترى سيجلب الأمن والأمان لهذا البلد؟ أو دعم الأحزاب الولائية وبقاء النظام كما هو الحال عبر السنوات الماضية، هل سيجلب للعراق الخير؟ بالحالتين هناك خراب لهذا البلد، ولن يرتقي إلى مستوى نستطيع أن يكون هناك نظام يمثل العراقيين. أستاذ محمد فوزي اللامي، يعني من الناحية العسكرية، ألا تستطيع القوات الأمنية أن بعد ساعات، ليست بساعات قصيرة من هجوم المسيرات والصواريخ، أن ترصد وأن تعرف من قام بإطلاق هذه المسيرات وهذه الصواريخ؟ هل يعقل ذلك؟ بالتأكيد لا سيدي، هم قادرين، لديهم الأدوات على أن يكشفوا حقيقة من قام بهذا العمل. الطائرات ليست طائرات غريبة، يعني أعتقد يستخدمها الحوثي أيضا، لكن كما قلنا يعني المسألة الآن ليست مسألة عسكرية حاليا. نحن يتحدثون في السياسة، أما عسكريا لا، عسكريا يوجد أدوات، يوجد أجهزة ويوجد خبراء قادرين على كشف ملابسات هذا الموضوع، ولكن هم يعلمون من الذي قام به. وهذه خطوة يجب أولا أن يكون بها إرادة سياسية، ثم بعدين تتحول إلى الإرادة العسكرية. ما مطلوب من الحكومة الآن هو ليس تشكيل لجان تحقيقية أو محاولة التظاهر بالغباء، أو محاولة أنه تصدير فكرة أننا لا نعلم من هو المنفذ. المنفذ واضح جدا، الجميع يعلم به سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. المطلوب من الحكومة الآن هو عليه مستحقات كرئيس وزراء تم استهداف الرجل الأول في الدولة. هذا يترتب عليه عمليات عسكرية، يجب أن يكون هنالك اعتقالات لقادة هذه الميليشيات ومحاسبتهم والتحقيق معهم، اعتقال الميليشيات ومحاولة أنه نعلم أن أغلبهم على قوائم الإرهاب، وأغلبهم لديهم توجد مذكرات قبض من محاكم عراقية عليهم. مجرد تفعيل هذه الأوامر والتوجه إلى اتخاذ حقيقة إجراء قد يعيد شيء من 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 رمزية هذا المكان الذي هو يتبوأه، ولكننا يعني نراقب. حتى الآن لا يوجد هنالك أي نوايا لاتجاه. نعم أستاذ محمد فوزي، يعني هل تتوقع بأن الميليشيات ستصيغ المشهد السياسي والأمني القادم في العراق بإرهاب سلاحها المنفلت بعدما فشلت بالانتخابات البرلمانية الأخيرة وبعد هذا الهجوم؟ نعم سيدي، واضح جدا هذا ما يحدث اليوم. الميليشيات تقول بأننا مستعدين للمواجهة، هاتوا جيشكم وجهاز مكافحة إرهابكم وواجهونا إن أردتم أن تشكلوا حكومة. أما الخيار الآخر، أعطونا ما نطلبه، أغلبية كبيرة في الحكومة، وزارات، مدراء عامين، وحصتنا الكبيرة التي هي دائما متعلمين عليها. بغير ذلك السيناريو متجه حقيقة إلى مواجهة مسلحة، سواء رغب الكاظمي والصدر أم لم يرغبوا. هذه الميليشيات الآن مستعدة للمواجهة، وسوف تسير إلى يعني تتأكد من أن حصول هذا المواجهة من خلال خطوات سوف تكون في الأيام القادمة. سوف تتكرر عمليات الاستهداف، سوف تحدث عمليات اغتيالات وأخرى. المهم هنالك حلان مع هذه الميليشيات، إما أن يعطوها حصتها التي فقدتها في الانتخابات، وإما أن يواجهوها عسكريا، وإلا
قد تكون هذه الميليشيات تجدها في ليلة وضحاها داخل المنطقة الخضراء ومسقطها الحكومة كلها ومستولية على كل شيء. نعم أستاذ نظير الكندوري، يعني استهداف شخص مصطفى الكاظمي، ربما مصطفى الكاظمي شخص غير صدامي مع الميليشيات وهو يعني منسجم مع هذه الميليشيات، هل يمكن القول بأن هذه رسالة لمن يقف خلف الكاظمي وإلى القوى أو الزعامات التي حصلت على مقاعد في البرلمان من خلال هذه الانتخابات التي لم يشارك فيها إلا حوالي 12% 12% أو 15% يعني لم يشارك فيها غير جمهور الميليشيات؟ نعم. نفسها هو اللي شارك. نعم. أنا أقول لك يعني هذه رسالة لمن يقف خلف الكاظمي وليس الكاظمي. بالتأكيد هي رسالة للصدر، ويعني الرسائل المتبادلة تكون عبر الدم، حتى أحداث ديالة أخي، يعني الآن تظهر المعلومات على أنه هناك موضوع التنافس ما بين الصدر وما بين باقي الميليشيات، كان حاضرا في موضوع يعني قرية القرى المقدادية التي في ديالة. إيه التي سفك فيها الدم العراقي يعني بأبشع صورة، وأعتقد هذا الموضوع أيضا هناك خصام ما بين هذه القوى الشيعية سواء الصدرية أو من جانب آخر الولائية، ورأب الصدع بين هذه الأطراف ليس سهلا وسوف يستمر، وأعتقد ربما هذا الكسر يعني الكسر ضلع بيناتهم ربما سيؤدي إلى معارك، ربما تكون معارك صغيرة أو معارك كبيرة، هذا الأمر سوف يستمر. أنا أعتقد أن عدم الرد على هذه الميليشيات وعلى تخرصاتها وتصرفاتها سيعطيها القدرة على تكرار هذا الفعل ربما على أهداف أخرى. الكاظمي الآن هو ما بين هذه الكتلتين المتصارعتين، ولكن ذنبه أنه مقرب قليلا إلى التيار الصدري، ولربما هناك احتمالية لتجديد الولاية إلى هذا. نعم. هو ذنبه في هذا الموضوع، لكن عدم قدرته على حسم الأمور وعدم مواجهته لهذه الميليشيات سيزيد الطين بلة. نعم. ويصعد الحراك والخروقات الأمنية داخل العراق، وبالتالي أنا أعتقد أن من الجيد عليه أن يستثمر هذا الدعم، هناك دعم يعني حتى شعبي وليس فقط دولي. هل تعلم أخي مواقع السوشيال ميديا الآن منتشرة بآراء العراقيين، وهو تم يعني أشبه بالرأي العام العراقي، يقول نحن مع الدولة وليس مع الكاظمي أو مع فلان وعلان. يعتقدون العراقيين جميعا بأن ضرب شخص رئيس الوزراء هو اعتداء على الدولة العراقية، ولا يوجد عراقي يريد أن يخرب الدولة العراقية، لأنه انهيار الدولة سيحدث مثل ما حدث في 2003 ينهار كل شيء. نحن نريد الدولة أن تبقى، ولكن هذه الرموز الفاسدة تغادر المشهد. لذلك كل العراقيين الآن لديهم رأي يعني مخالف ومناهض لهذه العملية الاغتيال، ليس حبا في الكاظمي إنما هو صورة من صورهم، إنما حبا بالدولة العراقية، لا يريدين لها الانهيار أو تسيطر عليها ميليشيات خارج عن القانون. نعم. دعونا أعزائي المشاهدين نتابع السيرة الذاتية لزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، ونعود إليكم. أستاذ محمد فوزي اللامي، يعني إذا كانت القوات الأمنية غير قادرة على حماية رأس السلطة التنفيذية وهي أعلى سلطة في البلاد، كيف لها أو كيف يناط لها حماية المدنيين؟ لا حقيقة سيد، يعني القوات الأمنية تجدها اليوم متفرج، يعني
موقفها اليوم موقف صعب وموقف غير صحيح، ولكن هذا كله يرجع إلى قرار سياسي. يعني هذا رئيس الحكومة لا يريد المواجهة، رغم أنه وصلت المرحلة إلى تم أنه يعني اعتداء على منزله، يعني اعتداء على هذه الرمزية. فهذه القوات سيدي يعني اليوم متفرجة حقيقة. لو كان العمل في من جهة أخرى، يعني منفذ، لو كان المنفذ جهة أخرى غير هذه الميليشيات، لتجد اليوم عمليات عسكرية كبيرة جدا وتطهير كامل لمناطق ومدن بأكملها. ولكن الولائيون التابعون لإيران يعني خط أحمر، هم يتحكمون بمفاصل الدولة ويتحكمون بمفاصل البلد، وهو يعلم. ومن هذه منذ هذا يعني حسب هذه النظرية هو يتعامل معهم الآن بهذه الطريقة، أنه يوجد إرهاب مقبول ويوجد إرهاب مرفوض. فحقيقة ما قامت به هذه الميليشيات يعني على مستوى تجد أن العالم اليوم في صدمة مما حدث، والرجل لا يستغل هذا الدعم، وإلا لديك قوات مسلحة قادرة على حقيقة الإطاحة بهذه الميليشيات. وحتى الآن لا نجد بأن هنالك أي إرادة عسكرية. العسكريون الآن موجودين في ثكناتهم. يوجد اليوم حالة إنذار جيم دخلتها جميع القطعات العسكرية، يوجد طائرات تحلق، لكن حتى الآن أعتقد بأن هذه إجراءات احترازية، كونهم يعلمون بأن هذه الميليشيات سوف تقوم بأعمال أخرى وسوف تقوم بالتصعيد. هذه كانت بداية التصعيد. يعني حقيقة الوضع صعب جدا سيد الكريم. الجميع مهددون من هذه الميليشيات. العراقيون اليوم ينظرون إلى أنفسهم إلى أنهم ليس لديهم حامي، يعني ليس لديهم قوات أمنية تحميهم، وليس لديهم حكومة حقيقة تتخذ قرارات صحيحة. يعني هذا هو الواقع. نعم أستاذ نظير الكندوري، يعني هل ممكن أن تتوقع بأن هذا التصعيد وإرسال المسيرات إلى الكاظمي والصواريخ هي ليست رفضا لنتائج الانتخابات، بل هي أبعد من ذلك، هي رسالة من إيران للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص مفاوضات الملف النووي الإيراني والصواريخ البالستية، خاصة أنها تعثرت في الفترة الأخيرة؟ نعم، هناك مثل هكذا تفسيرات، وتحاول إيران أن يعني تضغط في الساحات التي لديها قوة ونفوذ، ومنها الساحة العراقية. نحن رأينا يعني قبل أيام ما حدث في مياه الخليج، وكيف حاولت إيران أن تستولي على إحدى ناقلات النفط. كذلك الحال الآن يحدث في العراق، وإيعازها لمواليها وميليشياتها بتصعيد الوضع الأمني في العراق، وبالتالي هي تريد أن تصعد الموقف قبل موعد إجراء المفاوضات المرتقبة، والتي ستذهب إيران وأوراقها ضعيفة، ستذهب وهي ليست لها القدرة على الضغط على الجانب الأمريكي أو الأوروبي. هناك توحيد للرؤية الغربية، سواء الولايات المتحدة والدول الأوروبية، على أنه يجب على إيران أن تعود إلى المفاوضات وتكون جادة في وقف برنامجها النووي. لذلك هي تحاول أن تكسب أوراق جديدة من خلال الضغط في مياه الخليج، ومن خلال الضغط على خلخلة الوضع الأمني في العراق، ولربما تجد هناك تصعيد حاليا في اليمن ومحاولة استيلاء الحوثي على مدينة المأرب، وغيرها من المحاولات التي تحاول أن تستفيد من هذه الأوراق لخدمة موقفها في مفاوضات جنيف. لكن يا ترى هل يعني تنجح إيران في خلق مثل هذه الأوراق التفاوضية القوية لجانبها؟ أنا أشك في ذلك. إنما يعني أعتقد هذه المحاولات التي تقوم بها الميليشيات في العراق هي بداية النهاية لهذه الميليشيات، لأنها ربما حتى إذا لم يستطع الكاظمي فرض يعني إرادته أو إرادة الجيش العراقي على هذه الميليشيات، إلا أن هذا الأمر لن يجعل الدول الكبرى من تصنيف هذه المجاميع كمجاميع إرهابية. وبالتالي رموز هذه الميليشيات وهذه الأحزاب سوف لن يتم التعامل معهم مستقبلا. صنفت الكثير منهم، ولكنهم الآن على الأرض ويعملون. لا، إذا كان التصنيف أكثر، يعني يمتد إلى طيف أوسع
من هذه الشخصيات هذا سيكون حاجز أمام دخول البرلمان مثلا أو تشكيل حكومة مع صدر فرض رؤيتهم على هذا الشيء، هذا سيكون حاجز أمامه، بل سيكون كفيلا بعدم خروجهم من العراق. لذلك كيف سيتحرك؟ يعني هو تحديد كبير لنشاطهم الميليشياوي ونشاطهم السياسي. نعم. لكن طبعا كما ترى أن الحل الأمثل هو حاليا موجود، يعني أنا أعيد وأكرر أن هناك فرصة مواتية للكاظمي لضرب هذه الميليشيات وبمعونة دولية وحتى عربية، وإذا فوت هذه الفرصة فنعتقد أن العمر السياسي للكاظمي قد انتهى، والتيار الصدري سيتأثر تأثرا كبيرا في شعبيته وحتى في حاضنته، يعني حتى داخل التيار الصدري سيتأثر شخص مقتدى الصدر ويتأثر بشكل كبير، والفائز الأخير سيكون الميليشيات وستفرض رؤيتها، بل إنها قادرة على فرض على مقتدى الصدر تشكيل حكومة توافقية بالمشاركة معهم. نعم. أستاذ محمد فوزي اللامي، عندما يتحدث معهد هيدسون الأمريكي ويقول بأن مصطفى الكاظمي شخصية ضعيفة وافقت عليه الميليشيات المرتبطة بإيران على تكليفه بمنصب رئيس الوزراء لسهولة توجيهه وفرض رؤيتهم عليه، إذا كان الرجل بهذا الوصف بحسب المعهد الأمريكي وكما هو موجود على الأرض وعلاقاته مع الميليشيات، لماذا تقوم الميليشيات بقصف مصطفى الكاظمي؟ يعني السيدة حقيقة الوصف صحيح، الرجل ضعيف واضح. الاستهداف الذي حدث لمصطفى الكاظمي هو سيد الكريم ما بعد الانتخابات والنتائج التي حصلت عليها هذه الميليشيات كانت فضيحة كبيرة جدا لهم. الآن في هذه العملية تستطيع تقول بأنه هم الآن أمام جمهورهم حقيقة لديهم منجز، أنه يعتبر هذا العمل أمام جمهورهم أنه هم منجز، يعني وحسب ضد الكاظمي وحسبت نقطة له لهذه الميليشيات وقادتها، هم قالوا هددوا صراحة بأنه سوف ينفذون شيء ونفذوا شيء. فالاستهداف لم يكن للكاظمي شخصيا بقدر ما هو محاولة استعادة هذه الصورة لهذه الميليشيات التي خسرتها في الانتخابات، وأمام جمهورها يجب أن تفعل، يجب أن يكون هنالك رد فعل، هذا هو رد الفعل، وهذه أنا أعتقد هذه مجرد بداية. هم حقيقة يريدون أن يستعيدوا كل شيء خسروه على المستوى السياسي وعلى المستوى حقيقة يعني على مستوى صورتهم، هم يريدون إعادة هيبتهم وإعادة صورتهم التي يعني انكسرت في هذه الانتخابات من خلال أنه السيطرة العامة، من خلال إضعاف هذه الدولة، وأنه حقيقة يقولون بأننا أقوى من الدولة وأقوى من 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 قرار الدولة وأقوى من الجيش ومن أجهزته. فهذا هو الذي حدث، بأن هذه العملية استعادت شيء لقادة هذه الميليشيات أمام جمهورهم. نعم. أستاذ نظير، نأتي على المواقف الدولية. واشنطن وصفته بالعمل الإرهابي وأدانته بشدة بحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس. طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي في إيران علي شمخاني بأن الهجوم الإرهابي كما وصفه على الكاظمي فتنة جديدة وراءها مراكز الفكر الأجنبية. رئيس الجمهورية برهم صالح استنكر الهجوم على منزل رئيس الوزراء وقال بأنه لا يمكن القبول بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري كما وصفه. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال بأن هذا العمل الإرهابي يستهدف أمن الشعب العراقي واستقراره، كما يرمي لإرجاعه إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللا دولة. جامعة الدول العربية قالت بأنه حان الوقت لحصر السلاح المنفلت وملاحقة المجموعات الخارج عن القانون، في إشارة إلى الميليشيات. من سيلاحق هذه الميليشيات إذا كانت الحكومة بيد الميليشيات والميليشيات بيد الحكومة والأمر متداخل؟ والأمر جدا متداخل، يعني صحيح. هذه الميليشيات لديها أذرع ليس على مستوى عناصر بل على مستوى قيادات كبرى في أجهزة الدولة، إذا نتحدث في الدفاع أو الداخلية أو الأمن الوطني أو الاستخبارات أو المخابرات، الأمر معقد جداً.
يعني أنا أتفق معك أن الأمر ليس بالسهولة التي نتخيلها، بحيث أن الكاظمي يقرر بأنه يصنف هذه المجامع كلها بأنها مجامع إرهابية ويشن حرب عليها وانتهى الموضوع. وهو لا. ابن هذا النظام، هو جزء من هذا النظام. أنا يعني أعتقد أن الموضوع ليس سهلا. أنا حتى مثلا إذا قلنا الكاظمي هو جزء من هذا النظام وجزء من الميليشيات، لكن هذا لا يمنع أنه من الممكن أن ينسلخ عنهم أو ينشطر عنهم، كما هو الآن التكتل الموالي لإيران كان في فترة ما كتلة صلدة لا أحد يستطيع أن يتعامل معهم كفرادة، أما الآن أصبحوا 100 وصلة يعني، وأصبحوا على الأقل جزئين متناحرين. يعني هذا لا يلغي أنه الكاظمي من الممكن أن يحول ولاءاته للدرجة بحيث أن يكون نداً لهذه الميليشيات. أنا أعلق على موضوع المواقف الدولية وأخص الذكر بها الموقف العربي وكذلك موقف الولايات المتحدة. الولايات المتحدة أعلنت بشكل صريح إدانتها لهذه العملية وحملت المجامع الإرهابية وإن لم تسميها، وأبدت مساعدتها للنظام العراقي في مكافحة هذا الشيء، وهذا يعني لا توجد أكثر صراحة من هذا الأمر. بالنسبة للدول العربية أشارت بطريقة تكاد لا يختلف عليها اثنين بأن ما حدث من محاولة اغتيال قد قامت بها الميليشيات، وقد حان الوقت لسحب سلاحها ويعني حل هذه الميليشيات. الآن حتى على المستوى الشعبي العراقي الآن تتهيأ كل مجامع التشرينية وحتى الهيئة العراقية لإدارة العصيان لإعلان موقفها بضرورة مطالبة حل الميليشيات وبإشراف أممي. هنا نؤكد بإشراف أممية، لأن كاظمي وأجهزة الأمنية غير قادرة على هذا الفعل هذا الشيء، لأن هي مخترقة أصلاً من قبل الميليشيات. نبقى نأتي إلى الكاظمي نفسه. الكاظمي لا يمتلك سوى جهاز الأمن مكافحة الإرهاب، هو الذي يعني يساعده، بدليل أن الميليشيات هل تعلم ماذا تقول؟ تقول بأن الحالة السيئة التي وصلت بعد الانتخابات وهذا التزوير قام به 3 شخصيات: الكاظمي وعبد الوهاب الساعدي اللي هو مسؤول جهاز مكافحة الإرهاب، وشخصية ثالثة لا أذكر اسمها، أعتقد شخصية قانونية لربما يعني هم هاي 3 شخصيات الآن يناصبوها العداء ويحملوها المسؤولية، وبدأوا بالكاظمي واستهدفوه. لذلك أنا أقول الكاظمي ليس لديه غير جهاز مكافحة الإرهاب، لكن إذا ما قرر وبالاستعانة مع هذا الجهاز ولكن بدعم أمريكي، القوات الأمريكية ما زالت موجودة ولا تزال لديها قوة ضاربة، من الممكن الاستفادة منها لمكافحة هذه الميليشيات وضربها ضربة قاسمة ممكن لا تعيد لها الحياة مرة أخرى. أعود إليك أستاذ النظير. أستاذ محمد الفوزي ألامي، يعني أبو علي العسكري المسؤول الأمني في ميليشيا حزب الله في العراق قلل من أهمية الهجوم وقال في تغريدة له، وهو كان طبعا مترشح للانتخابات البرلمانية، قال بأنه لا أحد مستعد لخسارة طائرة مسيرة لاستهداف منزل من وصفه برئيس وزراء سابق، أشار بأنه من يريد أن يضر بهذا المخلوق بهذا التعبير فهناك طرق أقل تكلفة وأكثر ضمانا. كيف تقرأ هذه التغريدة وهذا التصريح من مسؤول أمن في ميليشيا حزب الله في العراق؟ يعني سيدي يعني استخفاف واضح جدا ومحاولة لحثه على الرد، ولكن يعني هو سبق وأن هدده بقطع أذنيه. نعم. يعني أبو علي العسكري في حكومة الكاظمي قد يكون هو أكثر شخص وجه إهانات إلى هذه الحكومة واستخفاف كبير جدا، ولكن الرجل يعلم جيدا بأن لا الرد يكون، لأنه لو كان هنالك مناسبات أخرى غير هذه كان من الممكن للكاظمي إصدار مذكرة إلقاء قبض وإلقاء قبض عليه. هذه تعتبر حقيقة لا غير مقبولة، هنالك قوانين وهنالك محاكم تجرم هذا العمل، القانون يجرم هذا العمل، الدستور يجرم هذا العمل، ولكن نحن عندما تكون هنالك معاهد دولية تصف الكاظمي بأنه الشخص الضعيف الذي تم اختياره من قبل هذه الميليشيات نفسها لإدارة الأمور بالعراق، كلام صحيح جدا، وهم يعلمون مستواه، يعلمون وضعه، يعلمون أنه هو حقيقة متماهي جدا متساهل جدا مع هذه الميليشيات. ولكن نبقى نقول بأنه نحن الآن في مرحلة يعني قد تكون مرحلة يعني بالنسبة لهذه الميليشيات، هذه المرحلة هي المرحلة الحاسمة،
إما أن تكون وإما لا تكون. نعم، وهي مستعدة. نعم. وهي مستعدة وسوف تصعد، ولكن نحن ننتظر ما سيحدث مستقبلا. نعم. الصدر الداعم الرئيسي للكاظمي، والذي من المفترض أنه هو يكون أكبر المشكلين للحكومة السابقة، أيضا قد يكون له رأي آخر. نعم سيد محمد فوزي، بأقل من 20 ثانية، هل تتوقع موقف من مرجعية النجف بعد الهجوم على منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي؟ في الوقت الحاضر لا أتوقع، ولكن ربما إذا استمر التصعيد لربما سيكون هناك بيان مرجعية بالتهدئة ولا تضحي بطرف على حساب طرف آخر. الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري والأستاذ محمد فوزي اللامي الخبير الأمني والعسكري كان معنا من برلين. شكرا جزيلا لكما أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.